السلام عليكم. لا فيديو تاع اليوم راح تكون على the main ancient civilizations vocabulary، يعني الكلمات ولا المفردات المتواجدة بكثرة في هذه الوحدة اللي هي تاع الحضارات القديمة. راح نمد لكم the word والسينونيم تاعو ونمد لكم المعنى باللغة العربية باش تفهموا الورد. كاين كلمات اللي ما كاش عندهم سينونيم، باي اكزومبل كيما اسماء الحضارات ذا ايجيبشن ولا ايجيبت ولا اسماء البلدان. فوالا، دونك نبداو باول كلمه اللي هي ارمي. سينونيم تاعها ميليتري، يعني والمرادف تاعها باللغه العربيه هو الجيش. دوزيامو عندنا اغريكولتشر، سينونيم تاعها فارمين والمرادف تاعها زراعه. عندنا ثالثيامو انشينت، السينونيم تاعها انتيك، يعني باللغه العربيه شيء قديم ولا عتيق. كاتريامو عندنا اركيولوجيست، هذه الكلمه ما عندهاش سينونيم تاعها، تعني العالم بالاثار، يعني العلماء تاع الاثار. عندنا اركيتكتشر اللي هي لاركيتكتور بالفرنسي، واللي هي ستركتورال ديزاين، يعني باللغه العربيه الهندسه المعماريه. عندنا بليف، السينونيم تاعها كونفيكشن، تعني ثقه ولا معتقد. عندنا اوسي بلوم تعني فلاريش، وباللغه العربيه يزدهر ولا ازدهار. عندنا اوسي تشاينيز اللي هي نقدروا نمدوا ديفينيسيون ولا سينونيم تاعها بيبل اوف تشاينا، واللي هي اهل الصين. عندنا سيفيلايزيشن اللي هي سوسايتي باللغه الفرنسيه ولا سوسايتي، والمعنى تاعها هو الحضاره. عندنا كولابس تعني فول داون، وباللغه العربيه نقول له انهيار، يعني انهارت سقطت، فول داون يعني كولابس. دونك بروشيمو عندنا كونكويست يعني احتلال، بالسينونيم تاعها انفيجن. دونك عندنا اوسي كرافت اللي هي بالسينونيم تاعها سكيل، يعني حرفه ولا مهاره، سكيل. دونك عندنا كولتشر هي كولتشر اون فرونسي، سينونيم تاعها way of life يعني expression، way of life باللغة العربية ثقافة. عندنا أوسي disappear تعني ضعف ولا الانحطاط، بالسينونيم تاعها vanish. عندنا أوسي dynasty تعني سلالة حاكمة، يعني royal family سينونيم تاعها قلنا السلالة الحاكمة. عندنا ايجيبت اللي هي مصر، اوسي emerge سينونيم تاعها appear، وتعني ظهرت. عندنا اوسي increase سينونيم تاعها improve، ويعني المعنى تاعها في اللغة العربية هي يعزز ولا يزيد للشيء قيمة. دونك عندنا establish يعني institute، باللغة العربية يؤسس. عندنا earthrates اللي هي الفرات باللغة العربية. وعندنا expand سينونيم تاعها اون انجلي يعني get bigger، يعني تتسع. دونك عندنا flourish سينونيم تاعها thrive، والمعنى تاعها باللغه العربيه هو الازدهار، يعني يزدهر. عندنا نفسها flourish ولا bloom. دونك عندنا geometry باللغه العربيه يعني بحث في علم الهندسه. دونك عندنا greek يعني الاغريقي، Greek civilization الحضارة الإغريقية. عندنا heritage اللي هو ورث، إرث. عندنا improve يعني get better يعني يحسن من الشيء.
عندنا اوسي invent اللي هي create يعني يخترع ولا يخترع، نعم ماشي يكتشف يخترع. عندنا law اللي هو القانون regulation. عندنا lifestyle synonym تاعها way of life، نقدروا نقولوا بهذا الاكسبريشن عندها the same meaning of lifestyle يعني نمط الحياة. عندنا map synonym تاعها plan وتعني باللغة العربية خريطة. وسي mature يعني adult يعني an adult بالفرنسية يعني ناضج بالعربية. عندنا migrate يعني travel يعني يهاجر بالفرنسية l'immigration. وسي old يعني aged يعني قديم، دونك الإنسان نقوله كبير ولا موسين، وكي نكونوا نهضروا على شيء نقولوا قديم. عندنا اوتومان يعني الحضاره العثمانيه يعني العثماني، اوتومان سيفيلايزيشن تعني الحضاره العثمانيه. دونك عندنا فونيشن يعني الفينيقي، وعندنا ريجن، ريجن تعني اريا يعني اقليم، مكان اريا مساحه اقليم بهذا المعنى. عندنا رايز السينونيم تاعها increase يعني زيادة والارتفاع، rise تزيد تزدهر تزيد. عندنا start السينونيم تاعها begin وبالعربية يبدأ. وعندنا sumerian ثان هذه حضارة يعني السومرية. وعندنا آخر كلمة اللي هي war اللي هي الحرب باللغة العربية، والسينونيم تاعها conflict ولا clash. دونك خلاصوا الوردز، هذا السينونيمز تحقوهم باش تفهموا التكست مليح، باش تفهموا العلم على واش يهضر، وانت هذيك الحضاره فلاريشت، وانت سقطت ايتترا. وفوالا تعرفوا تفهموا الناس وتقدروا تجاوبوا على لي كيستيون، وتقدروا اوسي منها تجاوبوا على لي كيسيون تاع الجرامر وين كاين تحويل الجمل ايتترا، وتستحقوهم في الباراغراف باسكو تكتبوا بيهم. الا جيتوا ديروا فقره تاع حضارات تكتبوا بيهم باللي ازدهرت وانت كانت وليسونسييل، تستحقوا هذا السينونيمز وهذا الوردز. دونك ما عليا غير نقول لكم خلاص لا فيديو تاع اليوم. الى اللقاء الفيديو اخرى ان شاء الله، وما تنساوش تخلوا لي جيم كومونتير للتشجيع فقط، ما تنسوش تابوني ولاشين وان شاء الله.